جديد. صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، هنا من قلب العاصمة البتسوانية جبروني وكواليس خاصة لبعثة فريق النادي الأهلي استعدادا لهذه المباراة الهامة، مباراة تاونشيب والأهلي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا، المباراة المقرر إقامتها حتى الآن بإذن الله يوم السبت في السادسة مساء. تفاصيل كثيرة النهاردة عن بعثة فريق النادي الأهلي في ظل النهاردة التدريب الرئيسي لفريق النادي الأهلي، ولكن سيكون على ملعب الجامعة البريطانية كما حدث بالأمس وفي نفس التوقيت في الساعة 4:30 عصرا هو نفس توقيت القاهرة. حرص الجهاز الفني على اداء التدريب في هذا الملعب لانه افضل الملاعب المتاحه في بتسوانا، وبالتالي هذا الملعب يعني ليست فيه اضواء كاشفه بالشكل اللائق، وبالتالي الجهاز الفني فضل ان يقيم التدريب في 4:30 كما حدث بالامس. عموما تفاصيل كتير النهارده، الجهاز الفني بقياده مايكل ليندمان واحنا متواجدين معاه في فندق الاقامه حرص على اقامه تدريب استشفائي لكن بشكل مختلف تماما عن ما حدث بالامس واول امس بعد وصول البعثه. التدريب بشكل مختلف في تحرك اللاعبين بمشي حول فندق الاقامه في الصباح، ثم توجه اللاعبين لتناول وجبة الغداء، وبعدها مباشرة في محاضرة قبل التحرك لملعب التدريب. تفاصيل كتير، أخبار كتيرة، هيكون معنا إن شاء الله لقاءات مهمة هنا من بتسوانا من قلب الحدث مع جماهير النادي الأهلي. تفاصيل أكتر تابعونا في هذه التغطية الخاصة، تابعونا.